لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال القرطبي رحمه الله في قولهم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، قال المسألة الخامسة: الوكالة جائزة في كل حق تجوز النيابة فيه. كل إنسان له حق يجوز أن يوكل غيره في هذا الحق طالما أنه تجوز النيابة فيه. هو في حاجات ما ينفعش؟ على سبيل المثال، لو وجب على إنسان حق بدني، هل يجوز أن يوكل شخصا آخر أن يفعل به ذلك؟ لا يجوز ذلك، هذا لا تجوز فيه النيابة. يعني واحد وجب أن تقطع يده، ما ينفعش إن واحد تاني إيه يقول خده ده تبعي وهو راضي إنه يتقطع إيده، لا يجوز ذلك، هذا هيتجلد في حد الزنا ولا في حد القذف، فلا يجوز ذلك. وكذلك لا يجوز في شيء ليس له فيه حق، عشان كده قال فلو وكل الغاصب لم يجوز. يعني واحد بيعمل غسيل أموال، سرق فلوس، تجارة مخدرات، وبعدين وكل واحد تاني ان هو ايه يعمل حاجة بالفلوس دي، لم تحصل الوكالة، لان المال ده ليس مالا له، لانه غاصب او مكتسب مالا حراما بعقد فاسد وكان هو الوكيل. يعني التصرفات كلها هيتحاسب عليها مين؟ الغاصب، وهو اللي هيبقى مسؤول عنها وهو اللي مسؤول يرجع المال وهكذا. قال لأن كل محرم فعله لا تجوز النيابة فيه. تصرف في المال تصرفا هو مش ماله ولم ينتقل له بملك إلى يعني بطريقة صحيحة فتصبح الوكالة باطلة. وهناك بعض الصور في الوكالة التي لها شروط لابد أن تكون موجودة في الوكيل كما توجد في الموكل. فلا يجوز مثلا للأب أن يوكل ابنته في أن تزوج نفسها، بل لابد أن يكون ذلك
لرجل، لأنه لا تزوج، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة المرأة، إن التي تزوج نفسها هي الزانية. ولذلك يجب أن يكون الذي يوكله الولي رجلا صالحا لأن يباشر العقد، ولا يوكل كافرا في تزويج مسلمة، ولا يوكل كافرا في إقامة الحدود على المسلمين، ولا يجوز أن يوكل كافرا في الجهاد في سبيل الله، لأن الله لا يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. فهذه بعض الأمور المتعلقة مأخوذة من أنهم أرسلوا واحدا بورقهم جميعا، الورق قلنا الفضة، فهم أرسلوا واحدا منهم: فبعثوا أحدكم بورقكم. يبقى إيه صفة هو؟ وكيل عنهم في شراء ما يحتاجون من طعام، من رزق حلال طيب، وأمروه أن يتلطف، فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتيكم برزق منه. المسألة السادسة في هذه الآية نكتة بديعة، وهي أن الوكالة إنما كانت مع التقية خوف أن يشعر بهم أحد، لما كانوا عليه من الخوف على أنفسهم، وجواز توكيل ذوي العذر متفق عليه، يعني واحد معذور يجوز أن يوكل، خلاف في واحد ما عندوش عذر وهو قاعد وحاضر ويقول لفلان قوم انت ايه اعمل الحكاية دي. يحصل كده في الزواج، ان يتولى مثلا الاب موجود ويروح جوه قايل لاخوه ولا يقول لخالها: باشر انت ايه العقد. يجوز ذلك؟ جمهورنا يقول يجوز، طالما ان الوكيل اهل لان يباشر الايه هذا العقد. فقال جواز توكيل ذوي العذر ما متفق عليه، فأما من لا عذر له فالجمهور على جوازها. وقال أبو حنيفة وسحنون، سحنون ده من المالكية، لا تجوز. قال ابن العربي: وكأن سحنون تلقفه من أسد بن الفرات فحكم به أيام قضائه. هم مستغربين ان مش اصول الامام مالك ان هو ايه، انه يمنع الوكاله في الحاضر غير المعذور. هم قعدوا يدوروا بقى ايه اللي خلى اسد من الفرات وخلى سحنون يمنع الوكاله دي، يقول: ولعله كان يفعل ذلك باهل الظلم والجبروت انصافا منهم واذلالا لهم، وهو الحق. يعني اهل الظلم والجبروت ياخدوا وكاله من الناس بالعافيه في ان احنا هنتصرف في فلوسكم، وياخدوا فلوسهم غصب عنهم ويقول لهم معانا وايه وكاله. فكان بيقول اللي ملوش عذر وكالته باطله، وانت يا ظالم انت ما تتصرفش في الفلوس وما تجوزش الوكاله، عشان يمنعهم ان هم ياخدوا الاموال بالايه بالباطل. قال: فإن الوكالة معونة ولا تكون لأهل الباطل. ده كلام ابن العربي. قلت: هذا حسن. فأما أهل الدين والفضل فلهم أن يوكلوا وإن كانوا حاضرين أصحاء، والدليل على، وبرضه ممكن تكون الصورة الثانية، إن أهل الظلم والجبروت بيوكلوا غيرهم في جمع الأموال بالباطل، فيبقى هذه وكالة في باطل أيضا، فلا إيه؟ فلا تجوز. قال: والدليل على صحة جواز الوكالة للشاهد الصحيح، الشاهد الذي ليس بغائب، والصحيح الذي ليس بمريض ولا معذور، ما خرجه الصحيحان
وغيرهما عن أبي هريرة قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل، يعني أقرضه بعيرا في سن مثلا نقول 3 سنين، البعير عنده 3 سنين، فعند الرد يرد عنده ايه؟ 3 سنين. قال فجاء تقاضاه فقال اعطوه، فطلبوا له سنه فلم يلدوا الا سنا فوقها، يعني لقوا بعير عنده ايه؟ 4 سنين، ما مش لاقين بعير عنده 3 سنين. فقال اعطوه، فقال اوفيتني اوفى الله لك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خيركم أحسنكم قضاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام أقضوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. وهذا يدل على جواز الزيادة في القرض، في رد القرض، زيادة عن القرض دون اشتراط. يعني إيه الفرق بين ده وبين الربا؟ الاشتراط يجوز أن يزيد، أنا استلفت 10 واشترط ترجعهم إيه؟ 10. لو اشترط 11 أو أنا اشترطت له من نفسي 11 بقت ربا. طب أنا جيت عند السداد وإحنا متفقين 10 ترجع 10. إذا أعطيت سد يعني رددت له 10 أجزأ ذلك. أنا جيت رحت جاي مزود. فهذا من حسن القضاء. وكذا الإنقاص، ما ينفعش يتفقوا على أن أنا هسددهم لك ناقصين، لكن إذا جاء وقت الأداء وتجاوز هو عن شيء صح ذلك. قال فدل هذا الحديث مع صحته على جواز توكيل الحاضر الصحيح البدن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يعطوا عنه السن التي كانت عليه، البعير اللي عنده 3 سنين مثلا، وذلك توكيل منه لهم على ذلك، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مريضا ولا مسافرا. وهذا يرد قول أبي حنيفة وسحنون في قولهما لا يجوز توكيل الحاضر الصحيح البدن إلا برضا خصمه، وهذا الحديث خلاف قولهما. قال المسألة السابعة، قال ابن خويز من منداد أحد مجتهدي المالكية وأئمتهم الكبار، قال تضمنت هذه الآية جواز الشركة لأن الورق كان لجميعهم، يعني ينفع نحط نجيب كل واحد يحط فلوس ونحطهم كلهم في صندوق واحد، وده بقى بتاع مين؟ بتاعهم كلهم بالنسبة، وليس ان كل واحد لازم يكون خاتم الفلوس بتاعته بان دي ايه بتاعتي، لا ده خلاص كده بقى اصبحوا مشتركين. وهذا هذه مسألة مهمة في كثير من الامور، ان انت واحد تجعل بينك وبينه شركة بنسبة من معلومة من المال، تكونوا شركاء في هذا المال، يختلطوا مالهم ببعض ويتصرفوا فيه بمقتضى وكالة الشركة. قال لأن الورق كان لجميعهم، وتضمنت جواز الوكالة لأنهم بعثوا من وكلوه بالشراء، وتضمنت جواز أكل الرفقاء وخلطهم طعامهم معها وإن كان بعضهم أكثر أكلا من الآخر. يعني مش لازم كل لقمة كل لقمة كل لقمة، التأكيد يعني التفاوت في الأكل، حطوا بتاع على بعض، واحد كان كتير واحد كان إيه
شوية الأمور دي مما يتسامح فيه ومما يعفى عنه. ما يجيش واحد يقول له ده انت اكلت كل اللحمة اللي موجودة، طبعا دي حاجة مش كويسة طبعا. ما في واحد يروح جاي قاعد محوط على الحاجة ويبقى ده إذا كان ذلك بغير رضا أصحابه وهم شركاء في ذلك فلا يلوز. لكن التفاوت المعتاد مما يتسامح فيه. ومثله قوله تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم. عنده يتيم وبعدين عايش معاه، هيعمل ايه؟ هيحط الفلوس بتاعت اليتيم على الفلوس بتاعته ويصرف من الاثنين مع بعض. ومش لازم انه يخلي مال اليتيم على جنب وكل لما تيجي حاجة من مال اليتيم يروح جاي ايه مطلعها. هقول مثال للجمعيات الخيرية، يجي له اموال صدقة واموال زكاة واموال ايتام وارامل، يروح جاي حاططهم كلهم بس كاتب نسبة كل واحد ايه فيهم، وبعدين يطلع من المجموع جواز الشركة. امتى هيبقى لا يجوز؟ لو هو مش عارف الفلوس اللي موجودة دي، يروح جاي حاطط وخلاص، فترتب على ذلك ان الاموال تختلط. يبقى في الحالة دي يحط كل مال لوحده يخلطهم كلهم بس بالنسب المعلومة حتى لا يحصل تجاوز في هذا البيت. قال ولهذا قال أصحابنا في المسكين يتصدق عليه فيخلطه بطعام لغني ثم يأكل معه إن ذلك جائز. يعني دلوقتي الناس عملت حفلة أطباق مشتركة سموها ديش بارتي مش كده؟ كل واحد بيجيب ايه الاكل بتاعه ويحطوه على الترابيزة والناس كلها ايه تاكل، كل واحد ياكل من اي اكل. فواحد جايب الامر ده، واحد فقير تصدقوا عليه واعطوه من مال الصدقة ده فيخلطه بمال الغني ويأكلان جميعا. يبقى هنقول للغني حرام عليك ان انت اكلت من الصدقة وانت لا تحل لك، ولا هنقول ان هذا مما اصبحوا فيه شركاء وجاز فيه الطعام المشترك زي ما اصحاب الكهف عملوا ان هيجيبوا اكل لهم جميعا وياكلوا كلهم ايه جميعا. وهذا يدل على التسامح الذي جاءت به الشريعة دون التشديد الذي يقع فيه الموسوسون في مثل هذه الامور التي يمنع بعضهم عن بعض ما اذنت الشريعة ببذلهم. قال وقد قالوا في المضارب يخلط طعامه بطعام غيره ثم يأكل معه، مع ان المضارب ده بيأكل من مال المضاربة، المفروض ان هو ما يدفعش منه حاجة لحد. يعني واحد اخذ فلوس يشغلها لناس ما ينفعش يتصدق منها، دي مش فلوسك انت. يقول لك اصل واحد كان مزنوق هم اذنوا لك تتصدق؟ لا ما اذنوا ليش. انت واخدها عشان تتصدق عنهم؟ لا ده انا واخدها عشان اشغلها لهم. يبقى ما ينفعش تعمل فيها حاجة تانية. يقول لك ما تقولش انا اتزنقت، واحد جالي وكان عليا دين رحت جاي واخد من فلوس الشركة وفلوس المضاربة الفلوس اللي بشغلها للناس واسدد الدين اللي عليا، حرام عليك، يد امانة لا يجوز لك ان تفعل فيها الا مصلحة صاحب المال. طب هو دلوقتي هنا المسألة دي يقول ايه بقى؟ هو من حقه ان هو ياكل من المضاربة، ده نفقة يومية، هيسافر وهيعمل وهيروح ويجي فبياكل من مال الايه المضاربة. هنا لما خلى الرجل التاني ياكل معاه بقى كده ضيع مال المضاربة؟ قالوا لا، ده هما بقى اصبحوا شركة، الرجل التاني جاب اكل وهو جاب اكل وحطوهم على بعض وكل واحد ياكل ايه من المجموع ده. فمثل هذا مما يتسامح فيه لاجل الشركة كما دلت عليه قصة اصحاب الكهف، فبعثوا احدكم بوريقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتيكم برزق منه وليتلطف. كله هيبقى رزق المجموع.
قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من اشترى له أضحية. وهذا ثابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل، بس هي دي من ضمن مسائل جواز التوكيل. اشترى له شاة، أرسله يشتري له شاة بدينار، فاشترى شاتين بدينار ثم باع إحدى الشاتين بدينار، فجاء بشاة ودينار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في صفقة يمينك. تعالوا البركة، لأن هو جاب له الشاة اللي هو كان يريدها وجاء بيضيفوها ليه دينار اللي هو كان أخذهم. قال ابن العربي: ليس في الآية دليل على ذلك، لأنه يحتمل أن يكون كل واحد منهم قد أعطاه منفردا فلا يكون فيه اشتراك. هذا غير صحيح، يعني هما عاطينه كل واحد يروح ياكل لوحده، قالوا برزق، رزق للمجموع. وحتى كلمة بورقكم ظاهرها أنهم اشتركوا في الايه في الفضة جميعا. قال: ولا معول في هذه المسألة إلا على حديثين، أحدهما أن ابن عمر مر بقوم يأكلون تمرا فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاقتران نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاقتران إلا أن يستأذن الرجل أخاه. وفي النسخة الثانية: عن قران تمرتين، نهي الأكل مع جماعة عن قران تمرة، نهي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة إلا بإذن أصحابه. يعني يجي ياخد تمرتين مرة واحدة، لا كل واحد ياخد تمرة ولما يخلصها يبقى ايه ينجعها. يبقى ده دليل ان هما كانوا مشتركين في التمر. قال: الثاني حديث أبي عبيدة في جيش الخبط، خبط اللي هو ضرب الشجر بالعصا لتتساقط الأوراق. قال: في جيش الخبط، وهذا دون الأول في الظهور، لأنه يحتمل أن يكون أبو عبيدة يعطيهم كفافا من ذلك القوت ولا يجعله عليهم ولا يجمعهم عليه. هو كان معاه جراب من تمر، كان يعطي كل واحد منهم يوما ايه تمرة. ممكن اللي جابوا التمر دول يروحوا جايبين كل واحد تمرته وخمسة ستة قاعدين وياكلوا مع ايه مع بعض. الامر فيه واسع. قلت: ومما يدل على خلاف هذا من الكتاب قوله تعالى: وان تخالطوهم فاخوانكم. اذن مش محتاجين التعقيدات الكثيرة أو القول بأن ده لا يجوز، فالأمر واسع إن شاء الله. وقال تعالى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. على ما يأتي إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.